اللي جرت حقيقة داخل الاجتماعات انه لجنة مسابقات فاتحة ذراعيها لمن يمتلك الكفاءة، يعني حقيقة هذا فشيء لو تقرأ بالنظام الداخلي انه وجود نائب ورئيس من اخواننا اعضاء الاتحاد بالاضافة الى وجود 5 اعضاء ممكن انه يكونون مساهمين في صنع القرار او التنسيق لدوري مبتغى الرياضي. كيف سيكون تعامل الاتحاد مع عدد كبير من اللجان التي سيتم تشكيلها ضمن لواء وضمن خيمة الاتحاد؟ يعني اعتقد بان التداخل في العمل ايضا سيكون موجود، يعني من خلال يعني تواجد اكثر من عضو اتحادي على راس اكثر من لجنة او حتى ضمن عضوية اكثر من لجنة. يعني ماذا هذا استاذ حسين؟ اعتقد انه ما يميز هذا الاتحاد هو القرار، انه القرار راح يكون قرار جماعي، يعني ما يتم طرحه بالنسبة للجان لجنة المسابقات او اللجان الاخرى. جميع الاسماء راح تطرح على الاخوان بالمجلس الاداره ويتم التصويت عن بعد درايه وبعد ما تقرا السيره والسي في اللي ممكن انه يدخل في لجنه مهمه مثل هذه اللجان. اعتقد هذه راح تكون من العوامل الايجابيه اللي ساعدنا في انجاز المهمه ان شاء الله. انتم راضون؟ يعني انت رجل رياضي متابع. نعم. لاعب منتخبات سابق، اكيد كنت تستمع الى كل الاحاديث قبل دخولك الى الاتحاد بشأن يعني المثالب الكبيرة اللي تأخذ على آلية وطريقة تنظيم مسابقة الدوري. الآن كأنه تبدو الأمور يعني بشكل مشوش غير واضح، ما الذي سيسعى إليه الاتحاد؟ ما الذي يمكن أن يصل إليه في نهاية المطاف للخلاص من الواقع المريض اللي عانينا من طيلة الفترة الماضية؟ وكيف سيكون شكل مسابقة الدوري في الموسم القادم؟ أعتقد أستاذ حسن يعني النواقص او السلبيات المشخصه من قبل حتى هم اخواننا باللجنه المسابقات مشخصه قبل ما كنا تشخص من الخارج، موجوده هذه الاشكاليات، وهذه الاشكاليات اللي مثل اللي طرحتها حقيقه هي ظروف خارج عن ارادتهم اكيد مشخصه، لكن طموحنا حقيقه استاذ محمد جواد صايح حقيقه قدم دراسه انه للاخوان في مجلس الاداره راح تكون في طور المناقشه للاستحصال الموافقه على انه تكون هي نقول النواة للعمل بعد المناقشة. طيب مع الأعضاء خليني أناقشك في هذه القضية. نعم. يعني دراسة الآن وكأنها شيء جديد، شيء الآن يعني كأنه اجتهاد جديد لعضو لجنة المسابقات، بينما الاتحاد سبق أن طرح فكرة إقامة المسابقة للموسم الحالي على أنها ستكون الأخيرة ضمن هذا المنوال، ضمن هذا الإطار اللي شاهدناه خلال المواسم الماضية، وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة بأن تأكيد تواجد الفرق في الموسم القادم سيكون 20 فريق، وعملية النزول وعملية الهبوط وعملية التواجد ضمن دوري النخبة. ما الذي يحدث الآن لكي نستمع إلى مثل هذه المقترحات، تشكيل دوري محترفين وتشكيل دوري درجة أولى، رغم أن مسابقات العالم يعني لم تصل إلى ما وصل إليه من تسميات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم؟ أكيد أستاذ حسن، من دوري النخبة أكيد. حتى أنني أنسى ورسو يعني من الاستراتيجيات البعيده انه الاتحاد، انه طموح الاتحاد انه يكون من انشاء دوري محترفين في العراق. نعم. هذا من الاولويات اللي ممكن يطمح لها كاتحاد او مجلس اداره، بالاضافه الى مساله انه الامور اللي طرحت من قبلكم انه مساله الصعود او النزول، اعتقد انه قرارات الاتحاد السابق لحد الان ساريه مثل ما هي ساريه لحد الان. هدد اكثر من فريق، اكثر من اداره نادي هددت بعدم اللعب في الموسم القادم اذا لم يلتزم الاتحاد بقراراته المسبقه، واعتقد ان هذا الامر يعني لم ياتي من فراغ. اعتقد انه الاتحاد اعتقد لحد الان هو في طور المناقشه مثل ما قلت بدايه الحديث، لكن ما لمست حقيقه من خلال وجود الاخوان انه قرارات الاتحاد ملزمه وسارين بها بعد ما انه تخضل مناقشه طويله، واعتقد انه هذا الموضوع الكل جازم، لكن ما نأكد عليه حقيقة كمجلس إدارة راح نسعى جميع الإخوان، وما لمست من جميع الإخوان أنهم ساعين لترشيق الدوري اللي هو بالتالي أكيد راح يكون في مصلحة الرياضة العراقية. يعني أيضا بالحديث عن يعني الآن الأفكار الجديدة اللي يمكن أن يقدمها الاتحاد الجديد بشأن إقامة الدورات التدريبية، بشأن زج المدربين العاملين كان مع الفرق المحليه على مستوى مدربي، يعني المدرب الاول اللي يكون متواجد مع فريق كره القدم او حتى مدربي حراس المرمى ضمن دورات تطويريه يمكن ان تسهم في الدفع بمستواهم والدفع بقدراتهم التدريبيه الى مستوى طيب ومستوى مثالي. كيف سيتعامل الاتحاد مع هذه الامور؟ نعم استاذ حسن، اكيد من الامور المشخصه حقيقه وتم مناقشتها في اجتماعاتنا السابقه
من الامور المشخصه انه الموسم المقبل اكيد راح تكون هناك دورات سي للمدربين اللي حقيقه وفقا للاستحقاق ام انها ستكون للمحاباه والمجال؟ بكل تاكيد احنا هذا ما نسعى اليه كجدد او بالاتحاد، واكيد هم الاخوان ايضا الاخوان السابقين بالاتحاد والاخوان الحاليين الكل ساعي انه لمصلحه الرياضه العراقي، وكل نقول كل انسان ياخذ استحقاقه. طيب. الاستحقاق اللي يستحقه ان شاء الله، هذا ما نصبه اليه ان شاء الله. خليني استمع الى الكابتن عادل جبار احد مدربي حراس المرمى بشان ايضا ما يتحدث عنه هو وزملائه الغبن الذي يمكن ان يلحق بهم من خلال الدورات التدريبيه التي يسعون الى الدخول بها. السلام عليكم كابتن عادل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ حسن ومرحبا بضيفك الكريم كابتن عادل. نعم صدام. ألو ألو كابتن عادل، إذا كنت معي على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أكيد لديك ما يمكن أن تقوله في شأن الدورات التدريبية خصوصا اللي تتعلق بمدربي حراس المرمى، ما الإشكال الذي لديك؟ ما هي القضية التي يمكن أن تطرحها من خلال هذا البرنامج؟ شكرا جزيلا أستاذ حسن، تحية طيبة لك وإلى الكابتن نعيم صدام ضيفك الكريم. أولا مبروك على تأسيس القناة العراقية الرياضية، القناة السباقة في الأحداث الرياضية. شكرا جزيلا أستاذ حسن على اتصالك. المشكلة التي نعاني منها نحن يا أستاذ حسن، بالحقيقة قدمت أسامينا نحن مجموعة من المدربين المحترفين إلى الاتحاد الآسيوي بالموافقة على المشاركة بالدورة التدريبية المقامة في عمان. وبعد ارسال المعلومات والجوازات المصوره للاتحاد الاسيوي تمت الموافقه، الا ان بصراحه تفاجات مفاجاه كبيره انه نحن اربع مدربين حراس مرمى ممنوعين من السفر. لا نعلم ما السبب في منعنا من السفر الى الدوره التدريبيه. نحن اربعه مدربين بالضبط استاذ حسن، نحن اربعه مدربين حراس مرمى. لماذا اربعه مدربين حراس مرمى؟ لا نعلم ما السبب. يعني اتصلنا بالاخ سعد المتعهد في المتعهد على اقامه الدوره في عمان، لم يعطنا الجواب ولم نعلم لحد الان. المنع يعني على اساس امني ام انه على اساس فني باعتبار انكم مدربو حراس مرمى ولا يحق لكم المشاركه في هذه الدوره؟ العمليه مبهمه استاذ حسن، يعني لا نعرف ما هي المشكله، هل المنع امني ام منع فني؟ اتصلتم بالاتحاد؟ نعم، قام الكابتن شرار حيدر مشكورا بالاتصال بالاخ سعد هناك في عمان في الاردن. ولا يعني لم نحصل على نتيجه معينه، سواء اعطانا امل انه على اساس انه الامور ان شاء الله تحل، ولا نعرف الان، لا نعرف ما هو الحل، لماذا ممنوعين من السفر. اتصلت بالاستاذ ناجح واملني الخير ان شاء الله. انت تعرف استاذ حسن هذه الدوره هي دوره اسيويه مهمه جدا للقناه على امور التدريب. نعم. وعلى اخر احدث التمارين او التدريبات. نحن الان لا نعرف، الدوره تقريبا تبدا يوم 17، السفر اكيد حيكون في يوم 15 في هذا الشهر. يعني انا اناشد رئيس الاتحاد واناشد الكابتن نعيم صدام ايضا باعتباره عضو في الاتحاد، واناشد الكابتن شراء ان يحل هذا الموضوع، لان احنا مدربين حراس مرمى نشتغل الان في الدوري الممتاز. شكرا. نعم اذا كان لديك. نعم تفضل. ارجو من حضراتكم الحل هذا الموضوع واعلامنا بالنتيجه على الاقل، اذا كان فنيا نعرف الحل، واذا كان امنيا ايضا حتى نتصرف نحن. انا اشكركم استاذ حسن على هذا الاتصال وانا اشكركم ان شاء الله. شكرا جزيلا. كان معي عادل جبار مدرب حراس مرمى، ويبدو ان لديه قضيه اللي يمكن ان يرد عليها الكابتن نعيم صدام اذا كانت لديك معلومات وافيه عن هذا الموضوع. نعم حقيقه تحياتنا للكابتن عادل، يعني ما عندي المعلومات الكافيه عن هالموضوع، وحتى من حديث الاستاذ عادل انه الكابتن عادل هو ايضا يجهل الاسباب. المساله ما عرفنا هي قانونيه او هي منع من قبل أمني. فني او أمني. ما نعرف الموضوع بالضبط، اكيد راح تكون الاحد ان شاء الله نكون متواجدين بالاتحاد وراح تكون اتصالاتنا حتى نقف على هاي المشكله اللي ممكن بكل تأكيد هي من الأمور المشخصة أنه عدم إقامات الدورات التدريبية، لكن الحمد لله أقدر أجزم أنه السنة المقبلة راح تكون إن شاء الله دورات مكثفة في داخل بغداد إن شاء الله من قبل الاتحاد الآسيوي. هذه يمكن من الأمور اللي ممكن
نبعث رسالة إلى المدربين الأخوان الرياضيين إنه الدورات القادمة إن شاء الله راح تكون ببغداد في السي والبي والأي إن شاء الله. ستكون يعني ضمن نشاطاتكم وضمن عملكم وسيكون مقرها بغداد. أكيد من ضمن الأمور اللي طرحت من خلال الاجتماع حقيقة وتم طرح على الأستاذ ناجح حقيقة وأشار إلى أنه السنة المقبلة راح تكون حوالي ما يقدر 12 دورة إن شاء الله في بغداد. من مختلف الدرجات A و B و C. من ضمن أيضا المآخذ على عمل الاتحاد السابق، دائما نتحدث عن الاتحاد السابق باعتبار أن هناك امتداد لهذا الاتحاد ضمن تشكيلته الإدارية وضمن العمل الإداري الجديد للهيئة الإدارية الجديدة. ما تزال يعني هناك حديث عن محاباة وعن أن هناك مجاملة يمكن أن تطال عدد من الأندية على حساب الأندية الأخرى. سعدنا واستبشرنا خيرا بتأهل فريق الطلبة وضمان بقائه ضمن دور النخبة، عسى أن لا يتحدث أحد ويقول بأن يمكن أن يحصل تلاعب من أجل بقاء هذا الفريق الكبير، هذا الفريق الجماهير الكبير. والآن حقيقة نمني النفس بأن ينجح فريق الشرطة في البقاء ضمن دور النخبة، ليس بغضا بالفرق الأخرى المنافسة لفريق الشرطة، لكن لكي حقيقة نبعد وننأى بالحديث عن الشكوك التي يمكن أن تطال اتحاد كرة القدم. وكما نكرر دائما، رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، وبالتالي بضمان تواجد فريق الطلبة والشرطة ضمن دور النخبة سيبتعد الاتحاد عن الكثير من التهم والشكوك. لماذا الحديث دائما أن محابات ومجاملات الاتحاد هي الفيصل في القرارات المهمة والحاسمة على حساب الأندية الأخرى؟ أعتقد أستاذ حسن حتى من خلال اجتماعاتنا ومن خلال تواجدنا بالاتحاد، كان الاتحاد حقيقة خلال هاي الفترة اللي بعد انتخابات كان هو يمكن أكثر حيادية، يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. أعتقد أنه هو موقف حساس في هذا الموضوع، بعيدا عن أنه مع اعتزازنا بالفرق الجماهيرية واعتزازنا بكل فرقنا العراقية، لكن يبقى هو موقف الاتحاد هو الراعي لجميع الأندية ويقف على مسافة واحدة حتى من خلال تعاملاته. وإن كانت هناك في بعض الأحيان تشوب مثل ما تحدث في بداية حديثنا أنه مسابقات والمباريات المؤجلة بها بعض الغبن، لكن حاول قدر الإمكان أكيد قدر الإمكان أنه نكون تحقيق العدالة بمسافة واحدة عن جميع الأندية. هذا ما نصفه إليه إن شاء الله. هل فعلا يعني أنتم تسعون إلى هذا الجانب؟ وهل ما يعني يتحقق من قرارات أو يتحقق من بعض الأمور التي تصدر من الاتحاد تصب في هذا الجانب؟ بكل تأكيد حقيقة هذا ما نصبه إليه، وما نجتهد أنه نكون على مسافة واحدة، لكن في بعض الأحيان أكيد في بعض الأحيان يكون هناك بعض الغبن لبعض الفرق، ما ممكن تحقق العدالة الكاملة بالنسبة لجميع الأندية. لكن ما هو متأكدين منه أنه كمجلس اتحاد أنه جميع الفرق وجميع أنديتنا هي نعاملها معاملة واحدة إن شاء الله. هل تؤكد بأن قرارات الاتحاد ستكون ملزمة في مسألة التواجد أو البقاء ضمن دور النخبة وعملية النزول والهبوط، بأنها قرارات لا يمكن المساس بها وبأنها خط أحمر، أم يمكن أن يصدر قرار خلال الأيام القادمة خلال اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة ما يغير هذا الواقع؟ لا بكل تأكيد هي قرارات الاتحاد الملزمة لكل للجميع، هو السلطة العليا اللي ممكن هو عن قراراته. أما بمسألة النزول أو الصعود أعتقد أنه قرارات الاتحاد السابق لحد الآن سارية، لحد الآن لم تناقش الأمور مع مجلس الإدارة الجديد.